صباح الخير مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم من حي سيدي مومن. واحد المشهد ديال واحد المبنى في طور البناء سنوات كثيرة، هو يعني هاد المياه صالحة للشرب، كتضيع في الأرض كما كتلاحظوا، مياه نقية شهور وسنوات، وهاد المبنى في هاد الحالة وهاد المياه كتضيع، يعني حشومة وعيب عار. مياه صالحة للشرب ومياه نقية تضيع في الأرض هباء منثورا. مشاهدينا الكرام شوفوا الماء نقي بزاف صالح للشرب، كاع خرج على هاد الارض وحفر هاد الارض لانه سنوات وشهور هو تيضيع. شوفوا شحال ديال المياه كتصب من هاد المبنى في طور الانجاز، في طور البناء عفوا. سمعوا صوت المياه شبيهة بالنهر كتمشي في القادوس، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. مشاهدينا الكرام مباشرة معكم سيدي مومن، مبنى في طور البناء، معنا احد الساكنة، تفضل اخويا. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني هذا المنظر صراحة ترى يحز بالنفس، لان الماء الماء حنا في واحد الظرفية اللي أصعب من صعبة، ظرفية اللي كنستنتجو منها من خلال المسؤولين أنهم يجيو يديرو حل المنبع ديال الماء عين، كاينة تحت واحد ستاسيون بمنطقة سيدي مومن يعني، والمسؤولين في خبر كان يعني فين كسي المقدام والسي المسؤول اللي حاضي هادي براكات زادات يا جورة طلعات، يعني هاد الماء أطنان من المياه والله، واش نحسبو يعني ازيد من الماء نقي ديال الشرب، الماء نقي راه العين هادي عين هادي راه نقدروا نعطي الله فين نديرو يعني، والمسؤولين في خبر كان. ها انتوما عينه اي 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 مولاي يعقوب هذا. الماء نقي ها انتوما، الماء عادي كيضيع، شوفي كيمشي في قادوس، محشومه وعيب وعار، لا حول ولا قوه الا بالله. مبنى في طور البناء، الماء نقي كيضيع في تحت الارض. لا حول ولا قوه، حفر الارض كلها دابا. مشاهدينا الكرام الى هنا ينتهي البث.